أوصى المؤتمر الإقليمي الأول لمستقبل التعليم الذي عقد تحت رعاية الدكتورة الشيخة مي بن سليمان العتيبي رئيس أملاء مجلس أملاء معهد البحرين للتنمية السياسية باعتماد التعليم الإلكتروني كاستراتيجية تعليمية أساسية لجميع المراحل الدراسية والتوسع في تمويله بتخصيص نسب ملائمة من الميزانيات المخصصة له مع ضرورة إعداد سياسات وتشريعات واستراتيجيات تعليمية جديدة داعما للتعليم الإلكتروني مع شمولها على مؤشرات لقياس الأثر لنشر الثقافة التقنية. وقد سلط المؤتمر الضوء على استحداث الأفكار الجديدة في العملية التعليمية بهدف خلق دور أكبر للخطاب بالتعليم ونشر الثقافة لتغيير المفاهيم الدراسية السائدة في النظام التعليمي حول هيمنة الاختبارات، مع الأخذ في الاعتبار إعادة تحديث المناهج الدراسية بطريقة تقوم على التحويل الرقمي لكافة المراحل التعليمية.